قنفوذ وشكله الجديد. في ظل الشجرة الكبيرة كانت عائلة القنافذ تلعب وتمرح. كان هناك بابا قنفذ وماما قنفذة والأخت الصغرى قنفوذة الذكية. أما قنفوذ السريع فقد جلس بعيداً وقد بدا عليه الحزن، فهو لا يحب شكله ويتمنى لو تختفي الأشواك الحادة التي تغطي جسمه. مشى قنفوذ في الغابة وهو يفكر، ثم بدأ يتكلم بصوت عال: أنا لا أحب أشواكي، من يستطيع نزع الأشواك عني؟ وفجأة سمع قنفوذ صوت طير يغرد فنظر إليه. ما أجملك أيها الطير، وما أروع صوتك، هل تستطيع أن تساعدني وأن تنزع هذه الأشواك عني كي أحصل على ريش جميل مثل ريشك؟ من الأفضل لك أن تبقى كما أنت. تابع قنفوذ سيره حزيناً. أنا لا أحب أشواكي، من يستطيع نزع الأشواك عني؟ وفجأة شاهد أرنباً رمادي اللون. ما أجملك أيها الأرنب، وما أنعم فراءك، هل تستطيع أن تساعدني وتنزع الأشواك عني كي أحصل على فراء جميل مثل فراءك؟ من الأفضل لك أن تبقى كما أنت. تابع قنفوذ سيره حزينا. أنا لا أحب أشواكي، من يستطيع نزع الأشواك عني؟ وفجأة شاهد زرافة طويلة. ما أجملك أيتها الزرافة، وما أطول عنقك، هل تستطيعين أن تساعديني وأن تنزع الأشواك عني لكي أحصل على بقع جميلة مثلك؟ لكن الزرافة أجابت: أنا آسفة يا قنفوذ، فأنا لا أستطيع مساعدتك، لكني سأدلك على من يساعدك. اذهب إلى القرد، فهو يملك يدين قويتين ويستطيع أن ينزع الأشواك عنك. ذهب قنفوذ قاصداً القرد والذي كان يتأرجح على الأغصان، وحين شاهده: ما أطول ذراعيك أيها القرد، هل تستطيع أن تساعدني وأن تنزع الأشواك عني؟ رد القرد: طبعاً هذا عمل سهل وأنا ماهر به. نزل القرد عن الشجرة بسرعة وبدأ ينزع أشواك قنفوذ واحدة تلو الأخرى. أسرع قنفوذ عائداً إلى البيت، وفي الطريق سألته الزرافة: من أنت؟ وسأله الأرنب: من أنت؟ وسأله العصفور: من أنت؟ أجاب قنفوذ: لا يهم، المهم أن جسمي ناعم وشكلي جميل. وأخيراً وصل قنفوذ إلى البيت وهو يغني فرحاً: أنا قنفوذ السريع، جسمي ناعم شكلي بديع، وأنا أجمل الجميع. خرج بابا قنفذ وماما قنفذة وقنفوذة الذكية ليعرفوا سبب الضجيج. صرخوا جميعاً بصوت واحد: أوه يا الله، أين اختفت أشواكك الجميلة؟ لا يهم، المهم أن جسمي ناعم وشكلي جميل. فجأة هجم ذئب جائع على عائلة القنافذ، فصرخ قنفوذ خائفاً: إنه الذئب، أين أشواكي؟ أريد أشواكي. وبسرعة البرق صرخت قنفوذة الذكية: دعونا نتكور فوق قنفوذ لنحميه من الذئب. صرخ الذئب متألما عندما حاول التهام قنفوذ وركض هاربا إلى الغابة.
عندما نظرت ماما قنفذة وبابا قنفذ وقنفوذة الذكية إلى قنفوذ، شاهدوه مغطاً بالأشواك. هنا قال قنفوذ فرحاً: أنا أحب أشواكي. فأخذت العائلة تضحك من قنفوذ. النهاية. هل أعجبتكم قصة اليوم؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة لمشاهدة قصص الأطفال العديدة والممتعة.